مرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس. اليوم بتكلم لكم عن فيروس كورونا. من اسمه هو فيروس، فالأعراض اللي سببها مثل باقي الفيروسات. ممكن أن الشخص يعاني من كورونا فيروس بس ما تظهر عليه الأعراض إلا عقب 14 يوم من العدوى، فيتم 14 يوم بدون أي أعراض بس هو مصاب بالفيروس. شو الأعراض اللي تظهر على المريض اللي يعاني من كورونا فيروس؟ ارتفاع في درجة الحرارة، صعوبة في التنفس، كحة، ممكن سيلان في الأنف. إذا كانت الحالة متطورة أو خلينا نقول الحالة حادة، ممكن أنها تسبب التهابات في الرئة. منظمة الصحة العالمية نشرت بعض التعليمات علشان تقلل من انتشار الفيروس، خاصة للأشخاص اللي وايد يسافرون. فبعض التعليمات هذه تقول إن لازم تغسلون يدكم وايد على طول، إن كان بالماء والصابون أو كان بالمعقمات بشكل متكرر. ليش؟ علشان إذا كان الفيروس في يدكم ما ينتقل للجهاز التنفسي. شيء ثاني، لما تكحون أفضل إنكم تكحون في كلينكس أو إنكم تحطون يدكم علشان تكحون على الملابس، علشان إذا كان في أي بكتيريا جراثيم أو الفيروس يتم على سطح الملابس وما ينتشر في الجو. إذا كان الشخص يكح لازم تبتعدون عنه، أو أفضل إنه يلبس ماسك علشان هذا الشخص إذا كح الرذاذ ما ينتشر لكم، فالأفضل إنكم تلبسون ماسك. وأفضل بعد إذا أنتوا تعانون من كحة أو من رشح أنتوا ما تنشرون الرذاذ اللي فيه الفيروس إن كان كورونا أو فيروس ثاني. والأفضل إنكم تتركون مسافة متر بينكم وبين الشخص إذا كنتوا في أماكن عامة أو تتكلموا مع شخص، خاصة إذا كان يكح. طبعا إحنا طول اليوم نستخدم يدنا، نتكلم في التليفون، نحط التليفون على الطاولة، بعدين نرجع نشيله، ناكل، نمسك أسطح. وإذا إحنا كنا في مكان عام نحاول نتجنب لمس الخشم أو الفم أو العين، علشان إذا كان في أي فيروس لا سمح الله ما ننقله لروحنا أو لجهازنا التنفسي. إذا كنتوا تعانون من الأعراض اللي ذكرتها إن كانت شديدة أو كانت خفيفة، لازم تستشيرون الطبيب، ولازم تتجنبون إنكم تمسكون الحيوانات وإنكم تأكلون أكل مو مطبوخ. طبعاً كل اللي ذكرته لكم توصيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة علشان تقللون من انتشار فيروس كورونا. لا تخافون وايد، حاسبوا، اتبعوا الإرشادات اللي قلت لكم عنها، وسلامتكم من كل شر.